بالعافية. بس الآن يعني من أسوأ الأمور اللي تحدث في حياتنا الآن الاحتيال على النظام، وأعظم نظام في الكون نظام الإلهي الرباني. ولذلك اليهود فيهم شبه من هذا الصيد، كيف يحطون هذا بعدين يصيدون يوم السبت وإلى آخره. وامتدادا لهالكلام احتيال على الأنظمة، قصة طريفة واقعية يعني تسمحوا لي بس أسردها. هذا ثلاثة من الشباب كاشتين ومعهم واحد شويب. الشاهد أول ما وصلوا مكان الكشتة قال الشايب خلونا نشب الحطب في هالمكان، ما معهم منقد وهذا ممنوع الآن مخالف. فقالوا ترى ممنوع، قالوا ما عليكم لازم نشب نتدفى. يا آدمي ممنوع، قال أبد الموضوع عندي، شبوا بس. شبوا الحطب سبحان الله، ولا دروا إلا في ثواني جتهم الأمن البيئي. صاحبنا هذا انسل كذا صد زين، وبدأ يقولوا يكلمون الشباب أنتم ما تدرون هذه المخالفة اللي تسوونها. يقول هذا صاحبنا فتح بطنه ومعه قلم وحط أربع نقط كذا، حط دوائر في البطن. قال الواحد من الشباب حط سيخن بس على الجمر شوي، ورجع لمهم. فقالوا ايش فيك؟ قال يا أخي، طبعا الشباب دوري قالوا والله حنا قايلين له، بس هو الشايب هو اللي يقول إلا تشبون. فقالوا يا عم أنت ما تدري أنه ممنوع؟ قال والله يا وليدي أني أنا مريض مسخم، وأني قايل لهم بس عشان يتسووني من هنا. وشف ويوريه بطنه، قال هذه أربع نقاط عشان التسوية يعني. قال هذا والله أنا ما أقدر أقول شيء، لكن خلني أكلم المسؤول الضابط. فكلم الضابط، قال معهم شايب مريض وتعبان وكذا، قال الله يشفيه ويعافيه شكله تعبان إن شاء الله ما يشوف الشر أبد، سامحهم لكن لا تروح إلا هم تاوينا. مرة ثانية تسني به الشايب هو يفتح ويتشتش. فصار يضحكون عليه، احنا قايلك من اصل ممنوع ممنوع. وهذا ترى سواد بعض اللي يسوقون في الطرق او الانظمه المعينه اللي يظن انه فيه ذكاء وفهلوه. يا اخي النظام ما اجمل ان الواحد يسير عليه يعني. الله ما بنفسه.